بسم الله الرحمن الرحيم. والجزء الثاني من كورس الكتريستي وماجنتيزم، وهو جزء الماجنتيزم او الماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد هناخد عنه كده معلومات عامه سريعه عشان نعرف ندخل فيه. هو جزء من احد المجالات اللي بتحكم الكون حوالينا. احنا عندنا 4 مجالات بتحكم الكون: الجرافيتي فيلد، الالكترومغنيتيك فيلد، والويك انتر اكشن، والسترونج انتر اكشن. الماجنتيك فيلد هو جزء من الالكترومغنيتيك فيلد، لان هما الاثنين مرتبطين مع بعض. هنعرف كده عنه معلومات سريعه. لما كنا بنتكلم في الالكتريك فيلد، كنا بنقول ان انا لو عايز اكون الكتريك فيلد بيبقى عندي بوزيتيف تشارج ونيجاتيف تشارج، والالكتريك فيلد بيكون عباره عن لاينز بتخرج من البوزيتيف تشارج وبتنتهي عند النيجاتيف تشارج. ده بقى بيقابله ايه في الماجنتيك فيلد؟ او انا ازاي اعرف اكون ماجنتيك فيلد؟ الماجنتيك فيلد ده بكونه من الماجنت، المغناطيس. طب ايه هو المغناطيس ده؟ حاجه كده اهو بالشكل ده، ليها تو بولز، واحد ساوث واحد نورث، واحد شمالي وواحد جنوبي. الماجنتيك فيلد بيخرج من الشمالي ويروح للقطب الجنوبي على شكل الخطوط اللي قدامنا ديت. طب الماجنت ده جبناه منين؟ يعني مثلا التشارج، التشارج ديت حاجة موجودة في أي مادة، حاجة موجودة على أي مادة موجودة حوالينا، موجودة على جسم الإنسان، موجودة في أي حتة. ده بالنسبة لي التشارج اللي هي عرفنا بيها الإلكتريك فيلد. طب الماجنت ده جبناه منين؟ الماجنت ده لقيناه حجر، حجر مدفون في الأرض أهو زي ما هو بالشكل، اللي هو الحجر ده اسمه أكسيد الحديد المغناطيسي أو الأكسيد الأسود، وليه رمز كيميائي Fe3O4. هو الحجر ده أي جزء منه هيكون لي جنبين، جنب S ساوس وجنب N، خلاص، ويعمل لي ماجنتيك فيلد. الحجر ده ربنا خلقه كده ولقيناه في الأرض. دي صورة تانية ليه. تمام، هو زي ما هو قدامنا بيخرج من النورث ويدخل للساوث اللي هي خطوط الماجنتيك فيلد. طب ممكن نشوف الماجنت ده فين تاني، في شكل ايه تاني؟ الماجنت ده ممكن نشوفه في الكوكب اللي احنا عايشين عليه، كوكب الارض. هو عبارة عن اكبر مغناطيس ممكن نشوفه. الجزء الشمالي من كوكب الارض هو عبارة عن نصف الكرة الشمالي، هو عبارة عن قطب جنوبي ساوث بول، ونصف الكرة الجنوبي هو عبارة عن قطب شمالي. فهنلاقي إن خطوط المجال المغناطيسي الماجنتيك فيلد بتاعة الأرض بتخرج من نصف الكرة الجنوبي وتدخل في نصف الكرة الشمالي. دي برضو ماجنتيك فيلد كده ربنا خالقها. أهوت صورة تانية ليها. بعد ما عرفنا الانترودكشن البسيطة دي والمعلومات اللي هي خدناها كمقدمة لينا، هنبدأ دلوقتي في شابتر 5 اللي هو بيتكلم عن الماجنتيك فيلد أو الماجنتيك فورس. الشابتر ده هنتعرف فيه على إيه؟ هنعرف بعض الفيزيكس عن الماجنتيك فيلد، ونقارن ما بينه وما بين الإلكتريك فيلد عشان نحاول نشوف الحاجة اللي كانت هناك إيه قصادها هنا، نلاقي ايه قصادها هنا. وبعد كده الشابتر هيتنقل بينا ويتكلم عن الماجنتيك فورس. هيكلمنا عن الماجنتيك فورس على حاجتين، اما على تشارج او على عدد من التشارج اللي هو يديني الكارنت. تمام، نبدأ اول حاجة نتكلم على الماجنتيك فيلد نفسه. هنعمل حاجة زي مقارنة ما بين الإلكتريك فيلد والماجنتيك فيلد. احنا خلاص درسنا الإلكتريستي وعرفنا الإلكتريك فيلد وعرفنا التشارجز كل حاجة. الإلكتريك فيلد كان بيكون إيه؟ شحنة بوزيتيف، شحنة نيجاتيف. لازم اللاينز بتاعت الإلكتريك فيلد بتكون رايحة من البوزيتيف للنيجاتيف، خلاص؟ يبقى هنا اللاينز
has initial and finish point. بالنسبة للماجنتيك فيلد، ايه اللي انا اعرفه فيه؟ الماجنتيك فيلد هو عبارة عن الماجنت بيتكون من تو بولز نورث ساوث، تمام. الخطوط بتاعت الماجنتيك فيلد ماشية ازاي؟ بتمشي من النورث للساوث خارج الماجنت، لكن جوه الماجنت بتمشي من الساوث للنورث كده كده، من النورث للساوث خارج الماجنت، لكن جوه الماجنت من الساوث للنورث، تمام. هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن closed lines، خطوط مغلقة ملهاش initial وفاينل بوينت، متبدأش من هنا وتنتهي هنا، لأ ده هي ايه؟ مسار مغلق، closed paths أو closed ايه؟ lines. نيجي هنا، هنا أنا ممكن ألاقي تشارج لوحدها كده بوزيتيف، حواليها الإلكتريك فيلد بتاعها، خلاص دي حاجة إحنا عارفينها ودرسناها ومعترفين بيها، خلاص. هنا أنا ما ينفعش ألاقي قطب كده لوحده، ما ينفعش ألاقي حاجة اسمها إن كده لوحدها، ليه؟ صورة الحجر اللي إحنا جبناها من شوية، لو أنا جيت وخدت منه حتة، هي هتبقى مكونة بنفسها إن وإس. طب لو أنا جيت وبتكاثر إن وإس ده، كسرت الماجنت من نصه، هاخد مثلا النص ده، الجنب ده، أهو الجنب ده بعد ما كسرت، هيبقى ده إن وده إس، هو كون لوحده إن وإس، هاجي أكسره تاني، هيقوم مكون لي برضه إيه؟ إن وإس. طب لغاية ما أوصل ليه؟ هقعد أكسر فيه، هيقعد يكون إن وإس، لأن هو ما ينفعش يبقى إن لوحده وإس لوحده، يعني ديت حاجة impossible إن أنا يبقى عندي separated pool. طب لغاية ما أوصل ليه أصلا؟ أقعد أكسر فيه لغاية ما أوصل ليه؟ هوصل في الآخر لإن النيوكلاس بيلف حواليها الإلكترون، هوصل لإلكترون واحد حتى حوالين النيوكلاس بيلف، فهو بيلف هو ده بيكون لي المجال المغناطيسي، هو ده اللي بيكون لي الماجنتيك فيلد. هو بيلف ازاي؟ بيلف كده في الاتجاه ده حوالين النيوكلاس، يلف كده، فهيقوم عامل لي ايه؟ ماجنتيك فيلد في الاتجاه ده، فيبقى ده عمودي على البلين ده كده، ده يبقى النورث، ومن تحت هيبقى فيه الساوث، يعني هنا السيباريتد بولز ديت حاجة ايه؟ امبوسيبل، لكن هنا السيباريتد تشارج ممكن الاقي تشارج لوحدها، الاقيها بوزيتيف او الاقيها نيجاتيف لوحدها. هنا هقعد اكسر في الماجنت، يديني ماجنت اصغر، ماجنت اصغر، ماجنت اصغر، لغايه حتى ما هوصل لان انا يكون عندي نيوكلاس وحواليها الكترون واحد بيلف، هيكون لي برضو ماجنت اللي من فوق كده، الوش اللي هو من فوق ده، اهو مثلا هنا النيوكلاس وهنا بيلف الالكترون، هو بقى لو بيلف كده فيبقى هيبقى من فوق في الان ومن تحت في الاس. بيشوف حاجه تاني، هنا انا كان عندي حاجه اسمها فاي اللي هي الفلكس، الالكتريك فلكس هنسميها فاي اي، وكنت ممكن احسب الالكتريك فيلد بعلاقه اي ايكوال دي فاي اي اوفر دي اي، ومنها نجيب جاوس لو ان الفاي اي، سميناها اي بقى عشان احنا دلوقتي هندرسه على عند الالكتريك وهندرسه عند الماجنتيك، فيبقى الفاي اي بيساوي انتجريشن انكلوزد اي دي اي اللي هو بيساوي سيجما الكيو على الابسلون نوت، وده كان اسمه جاوس لو، هنسميه جاوس لو في الالكتريستي بقى، جاوس لو ان الكتريستي، ده القانون اللي وصلنا له هنا. طب كنت بعمل ايه؟ كنت بروح مثلا عايز احسب الالكتريك فيلد انتريست عند البوينت ديت، كنت بروح وبرسم عندها جاوس سيرفيس، تمام، حاوط المنطقه اللي انا عايز احسب عندها جاوس سيرفيس واطبق عليه القانون ده. طب هنا هعمل ايه؟ قال لي برضو في حاجه اسمها فاي، هنسميها فاي
بي، خلاص. يبقى انا هنا وهكون عايز احسب كمية اسمها بي. طب ايه هي البي دي؟ البي ديت هي الماجنتيك فيلد دينستي، او ممكن اطلق عليها إيه؟ هي اسمها الماجنتيك اندكشن، دي اللي هي كمية بي. فهتساوي برضو تغير الفلكس بالنسبة للاريا، دي فاي بالنسبة لدي ايه. فيبقى انا كده لما اكون عايز اجيب الفاي بتاع الماجنتيك فيلد هيساوي انتجريشن على انكلوزد سيرفيس لايه؟ للبي دي ايه. فده هيطلع بكام؟ ده قيمته انا عارفه. طب ازاي؟ انا هنا عملت جاوسن سيرفيس عشان احوط الشحنه واحسب الفلكس عند النقطه دي. هنا انا لو جيت عملت جاوسن سيرفيس عند اي نقطه، نعمل هنا بقى ليكون جاوسن سيرفيس نعمله على شكل ايه؟ كيوب. تمام. بقى الفاي بقى يساوي كام؟ بقى عدد الخطوط اللي بتقطع السيرفس ده او اللي داخله ليه بتساوي عدد الخطوط اللي خارجه منه. فبقى الفاي خلال السيرفس ده، جاوسن سيرفس ده، بزيرو. فيبقى هنا دايما الفاي هيطلع بزيرو. دوت ليه؟ دوت لان اللاينز ديت عباره عن كلوزد لاينز، ف دايما هتحط اي سيرفيس في اي مكان، اي كلوزد سيرفيس في اي مكان، هتلاقي اللي بيخش منه بيخرج تاني، خلاص. لكن هنا لو جيت لما جيت حطيت هنا جاوسن سيرفيس، هنا مثلا حوالين الشحنة، او لما كان عندي كوندكتنج سفير، لما جيت حطيت حواليها جاوسن سيرفيس، تمام، بقت الخطوط بتقطع، فاذا في فلكس، فاذا في اي، وهكذا. لكن هنا لما اجي نحط جاوسن سيرفيس هنلاقي لا، عدد خطوط الفلكس اللي داخله بتساوي عدد خطوط الفلكس اللي خارجه، تمام. فعشان كده الفاي هيطلع بزيرو، ودوت اسمه جاوس لو ان ماجنتيزم. يبقى ده جاوس لو ان الكتريستي وبيطلع له قيمه، وهنا جاوس لو ان ماجنتيزم ودايما هيبقى بزيرو. يبقى هو قال لي ان الفلكس خلال اي انكلوزد سيرفيس موجود داخل الماجنتيك فيلد بيطلع بزيرو. نيجي بقى للجزء الشابتر ده بيركز عليه بشكل كبير، هو الفورس. الفورس هندرسها على حاجتين، على تشارج او على ميني تشارجز اللي هو الالكتريك كارنت. لما اجي ادرسها على تشارج، ف بالاكسبيرمنتس كده قالوا لي ان الفورس، لو انا عندي تشارج بوزيتيف كيو، تمام، حطيتها داخل ماجنتيك فيلد اهوت بي، وهي كانت ماشيه في الاتجاه دوت مثلا بسرعه في، قال لي هتديني فورس اسمها اف equal Q بعد كده V cross product P. طب القانون ده جه ازاي؟ ده مش درايفرد لو، مش قانون مثبت، لا ده هو قانون جه بالاكسبيرمنتس، خلاص. يبقى ال F هي عبارة عن حاصل ضرب الشحنة Q في ال cross product اللي هي ال V cross P. V cross P، طب اتجاه الاف هيكون عامل ازاي؟ اتجاه الاف نعمل نطبق القاعده بتاعه الكروس برودكت بالايد اليمين. هو انا بقى بضرب اف ايه؟ في كروس بي، يعني بلف من الفي يروح للبي، اهو من الفي يروح للبي، فهلاقي ان الاف فوق، خلاص. فديت هيبقى الاف هتبقى لفوق في اتجاه عمودي اصلا على البلين اللي هو بيحتوي ال بي وال في، ده هيبقى اتجاه الاف، اتجاه عمودي على البلين، هي الاف عامله كده، خلاص. ممكن نجيبه بشكل تاني بس من غير فيكتورز، فهيبقى كيو في بي ساين سيتا،
اللي هو فكيت الكروس برودكت لو زي ما بينهم سيتا خلاص، واتجاه الاف بيربنديكولار تو البلين كونتيننج بي وفي. نيجي لحاجه تاني، هنقارن ما بين الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد. هنقارن من حيث ايه؟ في الالكتريك فيلد قلت لو انا عندي بوزيتيف كيو حطيتها في الكتريك فيلد اسمه اي وهي كانت واقفه حتى مكانها، فالاي ديت هتحركها في اتجاهها، ده لو هي بوزيتيف كيو هتحركها عكس، وهتحركها العكس الاي كده لو هي نيجاتيف كيو. فالمهم الاي خلت كيو ايه اللي يحصل لها؟ تتحرك. فلو هي كان معاها هنا في انيشيال ومعاها هنا قبل ما الاي يأثر عليها ومعاها في فاينل، فهيبقى عندي ان الفي انيشيال ما بتساويش الفي فاينل. خلاص في الماجنتيك فيلد قال لي لا، قال لي لو انا عندي البوزيتيف كيو اللي هو الشكل اللي احنا كنا شغالين عليها واثرت عليها بماجنتيك فيلد بي اهو وهي ماشيه بسرعه في، قال لي في دي مش هتتغير، ده في فرصه هتظهر اه، والفرصه دي اتجاهها بيربنديكولار على الاثنين دول بس مش هتغير في الفي. طب لو هي ثابته مكانها؟ هتفضل ثابته مكانها، في فرصه اه بس الفرص لفوق. خلاص هنا قال لي ان الفورس لما هنا اتكون فورس طبعا اللي هي الفورس ايكوال كيو في اي، وكانت الفورس ان ذا دايركشن اوف اي، هنا لا الفورس في البلين، الفورس بيربنديكولار تو البلين كونتيننج البي والفي. هنا قال لي الفورس بتعمل ايه؟ دو وورك اون كيو، بتبذل شغل على كيو. ليه؟ لان هي حركتها خلاص، ان هي تبذل شغل على كيو لان هي خليتها تتحرك، كان في طاقه. الفورس هنا لما اثرت بالالكتريك فيلد عمل لي فورس، فورس في نفس اتجاه الحركه، فاكيد هيكون عمل اكسلريشن، والاكسلريشن هتعمل قوه اللي هي القوه اللي حسبتها بكيو في اي، ففي طاقه اتحركت، فكده الفورس هنا عملت ورك على كيو. هنا الفورس don't do any work on Q، الفورس هنا ما بتعملش اي work على Q خالص تمام. بس بتعمل ايه لو انا عندي الكيو ديت كانت ماشيه ب في فاينل ب في انيشال قبل ما اثر ب بي، وبعد كده بقت ب في فاينل بعد ما انا اثرت ب بي اللي هو الماجنتيك فيلد. ايه الفرق ما بين الفي فاينل والفي انيشيال؟ الفي انيشيال بتساوي الفي فاينل بس ك ماجنتيود، كماجنتيود، لان الفورس ما عملتش ورك، ما عملتش ورك ليه؟ لان هي عموديه على اتجاه الحركه، الفي ماشيه كده وانا اثرت بي كده فالفورس جت كده عموديه، ما عملتش ورك، ما اثرتش على السرعه، لو هي ثابته هتفضل ثابته والورك هنا بزيرو، لكن هنا الورك كان ليه قيمه وكان فيه فورس والفورس كانت في الدايركشن بتاع ايه. هنا بقى الفي انيشيال كقيمه كماجنتيود بتساوي الفي فاينل، ولكن الفي انيشيال كفيكتور لا يساوي الفي فاينل كفيكتور. كده احنا عرفنا بقى الاف هنا عملت ايه، الاف هنا غيرت اتجاه حركه الكيو بس ما غيرتش قيمه سرعته، يعني ممكن كان الكيو ماشي كده وانت اثرت عليه بي بي كده، بعد كده الكيو هيميل كده شويه مثلا والفورس هتبقى بيرمنديكولار كده على البليد ده. خلاص هو ده كانت خدناها بشكل مقارنه ما بين الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد، الفورس هنا عملت ايه والفورس هنا عملت ايه، كل ده وانا بدرس على شارج. اخر حاجه لو انا حطيت البوزيتيف كيو في ماجنتيك فيلد وفي الكتريك فيلد وهي ماشيه بسرعه معينه، الفورس اللي هتأثر عليها هي ايه؟ هي عباره عن الكيو في الاي بلس الكيو
في كروس بي، صح، هيأثر على فرصة الاتنين. هنا بقى الحالة ديت ايه اللي هيحصل؟ السرعة بتاعت كيو اللي هي كانت ماشية بيها هتتغير في ايه؟ في الماجنيتيود. ده نتيجة ايه؟ هتتغير في الماجنيتيود نتيجة الفورس اللي جاية نتيجة الالكتريك فيلد. طب هتتغير في الدايركشن نتيجة ايه؟ الفورس اللي جاية نتيجة الماجنتيك فيلد. فهنا لما يأثر عليها الاتنين هيبقى بالشكل ده، اف بتساوي كيو في الاي ده نتيجة ده، واف بتساوي الكيو في كروس بي ده نتيجة ده، اللي هي هتساوي هناخد كيو كومون فاكتور هيطلع لي اي بلس في كروس بي، ده بيطلع فيكتور، الكروس برودكت يطلع فيكتور، فهيجيب على فيكتور عادي جدا، وبعد كده هضربه في كونستانت اللي هو كيو، ودوت قانون اسمه لورانس لو. لورانس فورس لو، قانون لورانس، تمام، اللي هو لما يكون عندي تشارج بتأثر عليها بإلكتريك فيلد وماجنتيك فيلد يبقى كده سرعتها هتتغير في الماجنتيود والدايركشن. يبقى بسرعة كده تاني اللي حصل ايه؟ اللي حصل قارنا ما بين كيو لما بحطها في الكتريك فيلد او في ماجنتيك فيلد، هنا هيأثر عليها فورس، الفورس في نفس الدايركشن بتاع الاي، هنا هيأثر عليها فورس، الفورس بيربنديكولار على البي وبيربنديكولار على الفي، تمام. ومن هنا برضو عايز اقول حاجة، اللي احنا بعد كده في معظم القوانين اللي هنشتغلها في الماجنتيك فيلد هنشتغل بقى في ال 3D، هيكون القوانين فيها كروس برودكت كتير يعني، تمام. هنا الفورس ما عملتش وورك، هنا الفورس سوري هنا الفورس عملت وورك، هنا الفورس ما عملتش وورك، هنا الفي اتغيرت في الدايركشن ولكن كماجنتيود ستت ما حصلش عليها تأثير، هنا الفي اتغيرت في الماجنتيود بتاعها ولكن اتغيرت في الماجنتيود بتاعها. هنا بقى لما أثر عليها الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد على الكيو هتغير الفي بتاعتها في الماجنتيود وفي الدايركشن، وهيطلع لي بلورانس فورس لو اللي هو اللف بتساوي كيو في الفيكتور الناتج عن جمع الفيكتور بتاع الالكتريك فيلد والفي كروس بي. ومن هنا نطلع بكونكلوجن حلوة قوي يعني، او فيزيكال مينينج حلو، ايه هو؟ ان الماجنتيك فيلد ما بيدينيش طاقة، يعني هو لما أثر على الكيو غير المكان اللي أنا ماشية فيه، فده أبليكيشن أنا أوريدي هستخدمه. يعني أنا اكتشفت إن لما يكون عندي ماجنتيك فيلد يأثر على تشارج هيغير الاتجاه اللي أنا ماشية فيه، تمام، بس ما ادانيش طاقة، هنا اداني طاقة واداني وورك وخلى الكيو زقها، يعني بالعامية كده هو زق كيو، هنا لأ. فأنا هنا هطلع بابليكيشن اللي هو اغير الاتجاه اللي الكيو ماشيه فيه، وده هيجي منه ابليكيشنز كتير. ممكن نبص كده على اهم الابليكيشنز اللي هي هنستخدم فيها البي بتغير اتجاه الاتجاه اللي الكيو ماشيه فيه. اهم الابليكيشن هو ابليكيشن مش عندنا في المنهج، ابليكيشن حاجه عامه كده في موجوده في الكون. احنا زي ما قلنا ان الارض ليها ماجنتيك فيلد، برضو كمعلومة الماجنتيك فيلد ده الرينج بتاعه بيبعد عن سطح الأرض 36,000 ميل، فدي حاجة كبيرة جدا في السبيس. طب دوت ايه فايدته؟ فايدته ان ربنا ورانا اللي هو خلق لنا الابليكيشن ده فعليا ازاي. حاجة كمعلومات عامة يعني بره الكورس، اهي الأرض وادي الماجنتيك فيلد بتاعها، ازاي الماجنتيك فيلد ده بيحمينا؟ ادي الصن، الشمس، الشمس دي بتبعت الغازات بتاعتها وبتبعت أجسام من عندها، هي عبارة عن charged particles، يعني الغازات السامة وأجسام سامة بتيجي من الشمس، هي عبارة عن charged particles. فإزاي الأرض إحنا محميين من حاجة زي كده؟ عن طريق الماجنتيك فيلد بتاع الأرض، ما هي charged particles. ولا عارف ان الماجنتيك فيلد بيغير الاتجاه اللي ماشيه فيه التشارج بارتكلز دي، فاللي جاي لنا من الشمس اوريدي الارض اثرت عليه، هي الارض اساسا معاها ماجنتيك فيلد، فاكيد هيغير الاتجاه ده اللي داخل على الارض، فبيغير اتجاهه وبيخليه ما يدخلش، بيغير اتجاهه للخارج، تمام. ده ابلكيشن مفيد حلو قوي يعني كمعلومه كده من بره
الكورس ونبدأ دلوقتي ناخد الابليكيشنز اللي معانا في الكورس. نبدأ أول حاجة، أول كيس عندي لو أنا عندي هي التشارج ماشية بفي في الاتجاه ده، قمت أنا جيت أثرت عليها بماجنتيك فيلد في الاتجاه ده، تمام. القانون بيقول لي ايه؟ F equal Q V B sin theta. في الكيس دي ثيتا بزيرو، يعني معنى كده ان الساين كلها بزيرو، يعني الاف اصلا ايكوال زيرو، خلاص. او بسهولة جدا، هو اصلا الفورس جاي نتيجة ايه؟ كروس برودكت للفي مع البي، دولت حاجتين في نفس الدايركشن او على نفس اللاين، فخلاص هيبقى الكروس برودكت بتاعهم يعني بايولوجيك كده بزيرو، فهنا هيبقى الاف بزيرو. تاني كيس، لو الكيو ماشيه كده بفي وانا اثرت عليها بماجنتيك فيلد في الاتجاه ده، اف تساوي كيو في بي ساين ثيتا، ثيتا في الحاله دي بباي او اللي هي 180 درجة، يعني هيخلي لي الساين كلها بزيرو، فهيبقى الاف بتساوي زيرو، تمام. يبقى سواء الفي كانت على نفس الخط بتاع البي، فخلاص ديت هيخلي لي الاف بزيرو. نيجي للكيز اللي بعد كده، بس قبل ما نخش فيها بس محتاجين نعرف حاجة أو معظمنا عارفها، إن العلامة دي معناها إن أنا عندي magnetic field in داخل inside يعني، تمام. ولو أنا عندي العلامة دي معناها إن أنا عندي magnetic field اتجاهه out خارج كده عليا، تمام. فنخش بقى على الكيس التالتة، قال لي ان انا عندي ماجنتيك فيلد، عشان دايما في الجزء بتاع الماجنتيك فيلد زي ما قلت هتعامل مع 3 دي، هتعامل مع كروس برودكت، فدايما هحتاج ان انا ارسم حاجه، مش هعرف ارسم 3 اكسيز مثلا مع بعض كده، ايه الثلاثه واقول اتنين في بلان والثلاثه عمودي عليهم، الشكل مش هيكون كويس. فانا برسم دوت الفيلد واعرف بقى اخد الفيلوستي والاف في على البلان ده، والفيلد ده معناه ان هو ايه داخل ان البيبر مثلا، الورقه اللي انا بكتب عليها اهو، عندي فيلد ده بي داخل، وعندي الكيو جايه كده اهو، اهو الفيلد ده من اخره هنا، الكيو جايه كده اهو بسرعه في، جايه كده اهو بسرعه في، هنا ماشي عادي، وجوه هتمشي اول ما تخش بقى الفيلد. هو كده الزاويه ما بين البي والفي بكام؟ ادي البي وادي الفي، الزاويه بينهم بكام؟ 90. البي داخل على الورقه والفي جاي كده اهو، فالزاويه بينهم ب 90. فلما هاجي اطبق القانون اف ايكوال كيو في بي ساين ثيتا، الثيتا بكام؟ باي 2، فيخلي لي الساين ب 1، فيبقى الفي الاف بتساوي كيو في بي. هنيجي للقانون بس نشوف ايه اللي يحصل. ادي كيو داخله ماشيه بسرعه في هتخش، كلنا مفيش حد فينا مختلف ان هي جوه هتغير الفي في الدايركشن، معرفش هتروح كده ولا كده ولا كده ولا كده ولا هتروح فين في الفيلد ده، ولكن كماجنتيود الفي دي هتفضل تمشي بيها، خلاص دخلت. فقالوا ايه بقى؟ هنلاقيها مشيت ازاي؟ مشيت كده، جت منين انها انحازت كده، مشيت الناحية دي، نشوف اتجاه الاف، نشوف اتجاه الاف
نشوفها ازاي. هو عبارة عن الكروس برودكت للفي في البي، فادي الفي فيكتور ماشي كده، فيكتور كده اهو اللي هو ده، وادي البي نازل كده. خلاص نطبق القاعدة بتاعت ال ايدي اليمين، ادي الفي وادي البي، بمشي من الفي اروح للبي، همشي من الفي كده هروح للبي كده، فيبقى الفورس اتجاهها هنا. بس ده امتى؟ اول ما التشارج تلمس هنا، اول ما التشارج تلمس هنا، فبقى عندي فورس اتجاهها كده اف. تمام. فاوريدي هنلاقي ان التشارج هتحيد شويه، هتخش كده، هتخش كده، فهتيجي هنا وهتفضل سرعتها في. يبقى هي الفي فضلت زي ما هي كماجنتيود كدايركشن، انحازت كده شويه ناحيه الشمال لان الاف انا لقيتها اتجاهها كده. هاجي هنا هطبق نفس القاعده، لان الفي البي داخل والفي بقى عامل كده برضو نفس الزاويه ما بينهم 90، هلاقي ان الاف برضو خليتها تيجي كده شويه، فالاف عند النقطه ديت وبرضو عامله كده، هلاقي اتجاهها عموديه على الفي وعموديه على البي، وبرضه في الاتجاه ده الناحية دي هتحود كده شوية بنفس ال V. هقعد أطبق تلاقي إن ال F راحت كده، تحود كده شوية بنفس ال V، بعد كده ال F هتروح كده، تحود كده شوية بنفس ال V تاني برضه بنفس ال V، هلاقيها في الاخر اللي هي ادت لي سيركيولار باس. يبقى كده لما السيتا تكون بباي باي 2 وكود الاف بيرپنديكولار على الفي وعلى البي، الكيو هتمشي في سيركيولار باس. لقيتها انحازت لاني لقيت ان الاف في كل مره عماله تشاور، في الاخر شاورت على نقطه واحده، النقطه ديت هي نقطه السنتر، وهتبقى المسافه من النقطه ديت للنقطه ديت دوت الريديوس بتاع السيركولار باص اللي هي مشيت عليه. خلاص من هنا ممكن بقى نروح نجيب قانون، مش الاف بتساوي كيو في بي، وقانون نيوتن التاني قال لي ان سيجما الفورس بتساوي ماس في اكسلريشن. خلاص، ومن قانون قوانين السيركولار موشن ان الاكسلريشن هي عبارة عن الفي سكويرد على الار، هنساوي الجنب ده بالجنب ده، فالفي سكوير راح مع الفي، فيطلع لي ان كيو في بي بيساوي الماس في الفي على الار. عرفنا ايه هي الار؟ لان انا لقيته مشي في سيركلر موشن، لقيت كل مره الاف بتشاور على نقطه واحده، الاف رايحه في اتجاه نفس النقطه دي. خلاص، بس ده انت في الكيس بتاعت البي بيربنديكولار على الفي وطلع الاف بيربنديكولار عليه هما الاثنين. لما السيتا تكون باي باي 2، كيو بي بتساوي ام في على ار، يبقى الار بتساوي ام في اوفر كيو بي، وده قانون بتاع الريديوس بتاع السيركولار موشن الناتج عن تأثير ماجنتيك فيلد على تشارج. ولكن لما يكون الزاوية ما بين الماجنتيك فيلد والفلوست بتاعت التشارج هي زاوية باي باي 2 أو 90. خلاص، من هنا ممكن أجيب قانونين تانيين. الزمن الدوري تي بريودك تايم بيتساوي إيه؟ بيتساوي الزمن بيساوي أي زمن بيساوي مسافة على سرعة. المسافة هي محيط الدايرة 2 باي ار، السرعة من هنا بتساوي ار كيو بي على ام من هنا، فمن هنا التي هيساوي 2 باي ام اوفر كيو بي. ممكن اجيب الاف تساوي 1 على التي، دي طبعا بالسكند، هنا الار بالمتر، 1 على التي اللي هي بتساوي كيو بي اوفر 2 باي ام الهرتز. خلاص، دي كانت الكيز التانية. سوري، دي كانت الكيز التالتة.
مرة سيتا بزيرو، مرة سيتا بباي، سيتا باي باي تو. نشوف لما تكون السيتا ما بين الزيرو وباي باي تو. لو انا عندي التشارج اهيت، ادي اتجاه الماجنتيك فيلد اللي انا مأثر عليها، وادي اتجاه السرعة اللي هي ماشية فيها، اتجاهها هيتغير. هنا انا هقوم محلل بينهم زاوية سيتا ما بين الزيرو والباي باي تو، هحلل الفيلوسيتي، هحلله مركبة كومبوننت في اتجاه البي اللي هي هتبقى في كوساين سيتا، هسميها الفي بارالل لان هي ماشيه مع البي. مركبه تانيه في ساين سيتا، هسميها الفي بيربنديكولار. دي بقى هتعمل ايه في الكيو؟ ممكن نظبط الرسمه. عشان تبقى أوضح حلل ال V، هنا V perpendicular وهنا V parallel. ال V perpendicular ديت لسه دارسينها، هتعمل لي إيه؟ circular motion. فمعنى كده إن ال Q هنا هتلف بشكل circle، هتلف في شكل circle بسبب إيه؟ بسبب ال V perpendicular. طب وال V parallel؟ ما هي مركبة في اتجاه ال B، فاتجاهها هنا مش هيتغير. فالفي بارالل ديت ما دام هي ماشيه كده مع الفي بارالل يبقى هتمشي كده مع الفي بارالل. اصبح هنا انا عندي حركتين، عندي سيركيولار موشن وعندي لينير موشن. طب السوبر بوزيشن بقى بتاعهم تديني ايه؟ يديني الهيليكال موشن. هيليكال موشن حاجه عامله كده اهو، هي سيركيولار بس وفي مركبه تانية بتمشيني في اتجاه لينير. فانا بعمل دايره وماشي، دايره وماشي، دايره وماشي، حاجه عامله بالشكل ده كده. خلاص، بالنسبه للسيركولار موشن نفس القوانين اللي استخدمناها من شويه، قانون الار والتي والاف. ده بالنسبه للسيركولار موشن. طب بالنسبه لللينير موشن، هم كلها على بعضيها الهيليكال. فهي الهيليكال موشن انا عندي ازاحتين، ازاحه هوريزونتال وازاحه فيرتيكال. فالازاحه الفيرتيكال دي كده، الازاحه الهوريزونتال دي اللي هي الار، ولسه جايبين الدرايف بتاع القانون بتاعه. الازاحه الفيرتيكال دي اللي هي البيتش او اللي هي بي، خلاص دي ايه؟ دي مسافه او ازاحه بتساوي ايه؟ السرعه في الزمن. هي جايه نتيجه ايه؟ اللينير اللي هي السرعه اللي هي في بارالل في الزمن. الزمن اللي هي خدته عشان تنتقل من النقطه دي للنقطه دي هو تي كابيتال، خلاص. فاللي هي تساوي في كوساين سيتا في التي، لسه جايبينها 2 باي ام اوفر كيو بي. يبقى هو ده قانون البي اللي هي البيتش. دي كانت الكيسز الرئيسية. نبدأ بقى نخش على الابليكيشنز. عندي تو ابليكيشنز بنفس المبدأ ده هندرسهم كده. اول واحد اسمه الفيلوسيتي سيلكتور. ايه هو الفيلوسيتي سيلكتور دوت؟ او بيكون عايز ايه؟ بيقول في بعض الابلكيشنز بيقول لك انا بكون عايز شحنه عايز اديها سرعه تمشي في نفس الاتجاه ده في على ستريت لاين، خلاص. فبعمل لها ايه؟ انا لو اثرت عليها بماجنتيك فيلد هتغير اتجاهها، تمام. لو كان عمودي هتمشي في سيركولار، لو كان في زاويه ما بين البي والفي هتمشي في هيليكال موشن. طب اعمل ايه؟ انا لو اثرت عليها بايه هتمشي مع الايه، ايا كان الاتجاه ما بين الاي والفي. لو
اثرت عليها بإي بس هتمشي في اتجاه الإي، اثرت عليها بـ هتمشي هيغير اتجاهها بس مش هيغير الماجنيتيود بتاعها. فقال لي لو انا عندي شحنه كده عايز ادخلها بحيث انها تعدي الكلام ده كله وتيجي هنا عند النقطه دي يكون تمشي هوريزونتال، طب اعمل ايه؟ فقام اثر عليها بالكتريك فيلد واثر عليها بماجنتيك فيلد. طب ندرس كده ايه اللي هيحصل. بالنسبه للالكتريك فيلد هيديني فورس لفوق، فورس ديو تو الالكتريك فيلد. بالنسبة للبي لو طبقنا القاعدة هنا، انا عندي الفي الفيكتور جاي داخل كده والبي خارج اوت كده، خلاص. لو طبقت القاعدة فالقاعدة الايد اليمين فادي اهوت الفي وادي البي، ادي الفي وادي البي خارج كده اهوت. اطبق القاعدة كده فالاقي ان الفورس جاية ناحيتي، الفي يروح للبي الاقي ان الفورس جاية كده اهوت ناحيتي، يعني الفورس هتبقى لتحت كده، الفورس اللي هي ديو تو بي. خلاص بقى عندي فورس فوق وفورس تحت. طب انا عايزه يمشي هوريزونتال، يعني عايزه في الحتة دي كده ما يكونش في عليه اي فورس خالص، مع اني حاطط الاثنين فيلدز، فيبقى انا عايز الفورس دي تبقى قد الفورس دي، فيبقى لازم الاف اي تساوي الاف بي. الاف اي اللي هي عباره عن ايه؟ كيو اي تساوي كيو في بي، الكيو راحت مع الكيو، فيبقى عندي ان الفي بتساوي اي على بي. يبقى هو امتى يمشي هوريزونتال؟ لازم الفورس دي تكون بتساوي الفورس دي، وساعتها هيمشي هوريزونتال، وهيمشي هوريزونتال بسرعة تساوي قيمة الإلكتريك فيلد انتنستي أوفر الماجنتيك فيلد دينستي. ده كان أول أبلكيشن. يبقى أنا لما أكون عايزه يخش ويمشي في ستريت لاين هوريزونتال كده لازم أكون مدخله بالفي اللي هي مش تتغير في اللي هي عشان ما تتغيرش ويمشي هوريزونتال ما تتغيرش في الماجنتيود وفي الدايركشن، لازم اكون مدخله بفي تكون بتساوي الاي على البي. طب لو انا كبرتها خليتها اكبر من القيمه اللي هي اي على البي اللي انا حاططها والبي اللي انا حاططها اللي انا عارف قيمتهم، فاقدر اجيب اللي هي الفالو اللي هي الفاليو اللي هي اي على بي واعرف ادخله بالفي ديت. طب لو انا كبرت عنها هلاقيه نزل لتحت، طب لو انا قللت عن السرعه دي كنت مدخله بسرعه اقل هلاقيه طلع لفوق. الابلكيشن الثاني والاخير هو الماس سبكترومتر. استكمالا للي حصل هنا وصلت كيو هنا بنفس الفي اللي انا مديها لها، هدخلها على ماجنتيك فيلد ولكن مختلف عن اللي فات بقى، هنسميه بي داش. خلاص انا عارف ان انا ما تخش ماجنتيك فيلد، ماجنتيك فيلد عامل كده الفي عامله كده، فهتمشي في سيركولار موشن. هو الابليكيشن ده اسمه ايه؟ اسمه ماس سبكترومتر. ماس سبكترومتر اللي هو ايه؟ مقياس الكتلة. طب ازاي اقدر احسب كتلتها؟ فقال لي بعد ما تخش هنا انا خلاص عارف انها هتمشي في سيركيولر موشن، تمام. من هنا بقى هقدر احسب الماس بتاعتها ازاي. الفي اللي انا مديها لها في الاول خالص انا اديتها لها بقيمة بتساوي الاي اللي انا عارفها، انا جايب لها اي معينة وجايب لها بي معينة قسمتهم على بعض طلع لي قيمة اللي هي طلع لي قيمة وخلاص. القيمة دي أنا خدتها ودخلتها بيها كسرعة، القيمة اللي طلعت لي دي وليكن مثلا 5، خدت الخمسة دي القيمة اللي طلعت لي دي ودخلتها بيها خلاص، دخلت سرعتها خليتها بنفس القيمة دي اللي هي مثلا ب5، أنا خلاص ضمنت إنها هتمشي الآخر ب5 لأن أنا اللي جايب الإي ده وأنا اللي جايب البي ده، فدخلتها بالفي ديت بخمسة، فخلاص انا خلاص ضمنت انها توصل للنقطة دي بخمسة.
طب بعد كده قصرت عليها ب بي بس، شلت الاي بقى وبي وعملت لها باس كده زي ال، لان انا عارف انها هتمشي في سيركيولار موشن، فازاي احسب بقى الابن بتاعتها؟ انا عندي ان الار اللي هي هتحصل ديت بتساوي ايه؟ ار تساوي ام في اوفر كيو بي، ولكن البي هنا هتبقى بي داش، البي اللي انا دخلته عليها. خلاص اقدر اشيل الفي، ما انا خلاص بقى عارف قيمتها اللي هي بالاي على البي، والاي دوت اللي انا اللي جايبه والبي اللي انا اللي جايبه، فانا عارف قيمته. فتبقى الار تساوي ام اي على بي على كيو بي داش. طب انا هو الابلكيشن ده اسمه ايه؟ ماس سبكترومتر. فانا هحسب الام ازاي؟ فالام هتساوي خليها ام اوفر كيو، فاللي هي تساوي ار بي بي داش اوفر اي. الاي انا جايبه من الاول وعارف قيمته، كذلك البي، البي داش جبته تاني مره وعارف قيمته. الار الراديوس اللي هيطلع لي هنا بتاع السيركولار موشن، الكيو انا هنا ممكن اعرف الام لوحدها او ممكن اعرف الريشيو ام اوفر كيو، ولو عارف الكيو طبعا لان الشحنه انا اللي جايبها، فكده قدرت اقيس الماس بالابلكيشن اللي اسمه ماس سبكترومتر بعد استخدام الابلكيشن اللي اسمه فيلوسيتي سيلكتور. كده خلصنا الفورس اللي مأثرة على تشارج. يتبقى في هذا الشابتر الفورس اللي هتأثر على ألوت اوف تشارجز، عدد كبير جدا من التشارجز، ألا وهو إلكتريك كارنت.